ندوزو دابا للميدان الثقافي، شنو هو المشروع ديالك في هذا الميدان؟ هي الصناعة الثقافية اللي بغيت نتكلم عليها قبيله، لأنها مرتبطة كذلك بالشباب، واللي اللي قمعتيني فيها، لأن اليوم الصحفي يقمعه الحكومة، ولكن ماشي مشكل، الحكومة غتدافع على راسها. الصناعة الثقافية ما تنقمعوش، كنا تنقمعو كاع ما نجيو عندك. الصناعة الثقافية هي نقطة مهمة جدا، لأن خصنا ندوزو من 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 المفهوم الترفيهي للثقافة، ومن لو فولي اماتور لو فولي بروفيسيونيل. فاش كنقول بروفيسيونيل شنو هو بروفيسيونيل؟ يعني اليوم عندنا مجموعه ديال الشباب ديال الشابات، مجموعه ديال الناس، مجموعه ديال المواطنات والمواطنين، مجموعه ديال الفنانه اللي للاسف ما كيقدروش يعيشوا من الفن ديالهم، فكيديروا مهن اخرى، لان الكل يعتبر مثلا بان الفن هو مجال ترفيهي فقط. ولكن النقطه اللي ما كنتكلموش عليها هي وراء هذاك المجال الفني راه هناك مجموعه ديال المهن. انا دائما كنقولها فاش كنكون مع واحد الصحفي وراء شاكير، راه كاين مجموعه ديال الناس اللي خدامين باش يقدروا يديروا هذا البرنامج. نفس الشيء وراء هذاك المسرحيه مجموعه ديال التقنيين خدامين باش تنجح ديك المسرحيه، وراء هذاك المسلسل او الفيلم اللي كنشوفوا مجموعه ديال التقنيين. فهناك مجال اقتصادي يعيش بالثقافه. اليوم حان الوقت باش نتكلموا على الصناعه الثقافيه. الصناعه الثقافيه النقطه الاولى ديالها شنو هي؟ هي الانفراستركتور. فاش كنتكلموا على المسرح او السينما خصنا يوليو عندنا اليوم قاعات عبر المملكه. فالتحدي اللي كنت خديته انا ذاك في البرلمان واللي نعاود نذكره معك اليوم هو ان يكون عندنا من لهنا اواخر سنه 2022 150 قاعه، يعني اما مسرح او دور ثقافه اللي غتجهز باش يمكن لها تستقبل هاد يعني الافلام السينمائيه، وحتى المسرحيات، وحتى لي كونسير دو ميوزيك الموسيقيين. علاش؟ فاش غيولي عندك هاد 150 قاعه سينمائيه اللي اليوم عندك ميم با واحد 25 قاعه سينمائيه مثلا، وبعض المسرح اللي خدامه بين الرباط ومدينه الرباط، يعني ما يمكنلاش تخلق واحد الاقتصاد عبر هاد المجالات اللي كاينه حاليا. فاش يوليو عندك 150 زائد داكشي اللي كاين، داك يعني المستثمر او الابناك حتى حتى هي غتولي كتهتم بهذا المجال. وهذا هو التحدي، اون كري واحد لي ستركتور بور بوفوار انفستير. غدا انا بغيت نستثمر في واحد المسرحيه او في واحد الفيلم وعندي فقط 20 قاعه سينمائيه، كيفاش كي غيكون هذا الاستثمار؟ ولكن الا تكمل على 200 قاعه 250 قاعه سينمائيه، يعني غيولي واحد ما غيبقاش ما تبقاش الدوله المغربيه والحكومه والقطاع ديال الثقافه هو المستثمر الوحيد في المجال الثقافي. وهذا هو التحدي اليوم.